خيرا خنفر بختي زل يعني شريكة حياتي أنت 52 شنة يعني بابا مصاب أليم يعني هذه فاجعة كبرى كفجان كيخوة بعرس من عرس قلب الحزن باخ كل مسؤولين دولة مدنيين عسكريين تشقلي حق داني ضحايا كلها إذا بعض ضحايا خلني يعني جبقورين بعد واغني طلبخ رب العالمين طلبخ ميشو عمشيحة طلبخ مريم عذراء أن مسكنا لهم ملكوت سماوي لأن أخني إيمان دي زان قوي لي واخني كمهمنا بمشيحة دي كامر أنا القيامة والحق والطريق والحياة يعني أخني طلبخ مسؤولين ورشن محمد الشاع السوداني رئيس الوزراء أو وزير الداخلية وزير الدفاع وزير المالية يعني كلها وزراء أنا وشقلي احتياطات دعاني مشاريع استثمارية كلها دمالنا دفزاتنا فيه أنا دينا بخاي وأنا مسكلي لنا خازيه ويعني ما بدو لخيا أوي كي تقشت يعني ما يوميلي اجو ثلاثة يومين بش لأود غديداي وأنا ما سلق مستهلة لق مستهلة بغداد لق مستهلة النفلباني من ديانا لا زوري إيش زور رابي وزوري وبلقاي وجوانقي وروياسة هذه ما حفل لا ما أحر حفل دليخ قشيح أنا عمري تمانيش إن أنا لين قشيت هذا شكل موسى أنا لين قشيت هذا خمن دياني أبت هذه دقد كم إيتك إلى دقد كم يوم قميص قمياسة ليخ قشي هذا زمان هذا ما زماني لي دخك صاير ألها قبل لا تقرخ أمه وزيودة ألها لقابل لا تقرخ أمه وزيودة خمسة نفر من بيت كذا أنا كذا ما خمير ما طلبت جدا أخني بيغ يعني ليه بغني مسرح شو مني ده يعني أنجخ بس خازخ أنا حالة خازخ كنا قلنا الشيء ما فينا مفقودين ثلاثة مفقودين تلم بعد خد يلي ليه لأخذ خازخ أنا لشت إكس بي يعني جاي رغباني إن مستشفيات ثلاثة جولوا لأن ثلاثة مفقودين ليث أنور وغصون وخلاص حبيبي ليث I am now in front of the Haytham Hall in Hamdaniya district, the hall that burned down during the wedding fire. Behind me, you can see footage of the carnage that ensued as the hall burned down. You can see that the ceiling has completely caved in, that the inside of the building is completely destroyed by the fire. Over 100 people died here on Tuesday night at approximately 10:30 p.m. as a massive fire broke out when fireworks from the ground projected to the ceiling and caused the ceiling to quickly catch on fire. Iraqi authorities said that the ceiling was built out of a plastic material that contravened safety standards and that was illegal. Iraqi Prime Minister Mohammed Shia Soudani has said that he and the government have launched an investigation into the incident to determine the circumstances behind the fire, while they have arrested the owner of the hall.